الحب أوصف لك إياها؟ والله تجوزوا عن حب. الحب هو شو المشاعر اللي ممكن يحسها الإنسان ويتفاعل معها، وبتتنوع وبتختلف دائما أشكال الحب. فمثلا في حب العائلة وحب الأصدقاء وحب الشريك، كلها أنواع بنسعى نعيشها ونحققها بالحياة. اليوم قررنا وبعد عيد الحب نسأل المجربين ونعرف شو وجهة نظرهم بالحب. ليش في ناس ما بتقدر تعبر عن مشاعرها وحبها للناس الثانية؟ الناس بتعبر عن طريقة حب، مش شرط والله اني انا والله اقول لفلان من الناس اني انا بحبك او بحبك او لا. في المعاملة في حب، في الاحترام في حب، بالدين في حب. تحس انه هذا الجيل اللي طالع هلا اجرأ بانه يعبر عن حبه من الجيل القديم؟ بكثير، هسه صرنا نشوف اشكال والوان، صار واحد يحب واحدة على الدرج بناولها الخاتم على المؤاخذة وبتلاقيه خطب. طب مستقبلا تنصحيهم يتزوجوا عن حب ولا يتزوجوا مثلا بشكل تقليدي؟ والله احنا محافظين شوي يعني لسه بعاداتنا القديمة. قديش بغير فينا الحب؟ طبعا الانسان ممكن يعني الانسان اذا حب شغلة بخلص فيها، اذا حب زوجته بتعامل معها بطريقة افضل بخلص لها اكثر، اذا حب اهله نفس الشيء، حب وطنه بخلص له أكثر، بقدم له أكثر. شو بدك تعطي نصيحة للناس اللي ما بتقدر تعبر عن حبها أو ما بتعرف أو بترفض؟ لا، لازم الإنسان يعبر عن حبه لكل شخص بيستحقه، من أبوه، من أمه، من أولاده، من زوجته. طب كيف تحب يعبروا لك الناس عن حبهم إلك؟ يحترموني، أهم شيء يحترموني. إذا كان في احترام أنا بحترم إنه الشخص المقابل بحبني. مين بتحس أجرأ، الجيل الجديد إنه يعبر عن حبه ولا الجيل القديم؟ لا والله جيلنا أجرأ. لو أولادك بدهم يتزوجوا عن حب توافق؟ والله تجوزوا عن حب، في منهم واحد تجوز تنتين، والله تنتين أخذ، ولك شو هذا بحبها، ولك عم تقدرش بتعرف تنتين، بدي بحبها يابا، أطلع روح يا أخو. اليوم شئنا أم أبينا، إحنا بنعيش في مجتمع منفتح أكثر عن ما كان عليه من قبل، وتغيرت شكل الحياة وشكل العلاقات الإنسانية خلال العشر سنوات الماضية. هذا الإشي سمح للشباب اليوم يجربوا ويختاروا شركاء مناسبين لإلهم بشكل أعمق. فرحنا نشوف الشباب ونعرف كيف بتفاعلوا مع الحب. أنت متزوج؟ متزوج. هي زوجتي وين؟ هي. تزوجت عن حب؟ تقريبا. تنصح أولادك مستقبلا إنهم يتزوجوا عن حب وتوافق على هذا الإشي؟ والله هو مش دائما ناجح، يعني الحب بعد الزواج مش قبل. كيف بتوصف أنت الحب؟ الحب يعني مشاعر، ممكن عاطفة طبعاً بالقلب، تستلطف هذا الشخص، تحب تقضي وقتك معه، تتقبله بحاله نفس ما هو، يعني هيك الحب بالنسبة لي. كيف تعبر عن حبك؟ محبتهم، يعني بحضنهم، بقربهم علي، نوكل مع بعض، نشرب مع بعض، بنعيش الأيام اللي بلا منها التلفونات. الحب إنه حلو إشي، يعني حلو حلو. بالنهاية الحب حاجة إنسانية وغريزية، من خلاله بيقدر الإنسان إنه يعمل المستحيل علشان شريك حياته. فلهيك وببساطة يا جماعة حبوا.